خاتمة الرسالة كنت دلنيغ أمير المؤمنين اسمي يغال أبو موسى الأشعري يغال قاضي قاضي في الكوذي الكوفة إفكاي استفرات وسمى ناس دستور القضاء أعظم رسالة في القضاء تساقي كنت غريغة سني وساقي كنت غريغة شوية زيادة هات سادقي بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك افهم اقرأ جيدا تحرى البحث بعدين وأنفذ إذا تبين لك مثول داين إذا نهد الحق طبق ماشي تفضل لي زوبستاكل ومقال إشكال في التنفيذ الجوج موي لا روح شي نفذيث ادياس لوسي وريز ما يخدم والو بالك ديال لا فورس بيبليك وريز ما يخدم والو اتصي قرزن ديال المجتمعات الاسلاميه ماشي شويط ناس وانفذ اذا تبين لك فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له ذا شو الفايده يسعى تمصير في الحق وتحكم الحق بلا ما تطبقت ليكزيكسيون تاكي صح بعدين يسوي في مجلسنا في آسنا سوي بين الناس في مجلسك ما تقيم لي زادفيرسير الخصوم يخصما اما تقوم كان ماشي بس كذا كرسي يوانسي نقيم اجنو شيني فد يفاسي كرد فير واسي نقيم اليس خاطي تقيا كل حرام ويجوزارا خاطر في كذا الاشاره في ريت اما بعدين سوى في وجهك ما تفقع في ونفقع فاير ماشي يونس تنصد ولا تفقع الفلاس تزعفر الفلاس وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ذي ظلمينك وييأس ضعيف من عدلك خطر لا ياس ماكش ملاوني وعار أخين ويسار سيدا جستيس واليأس يقتل الفضائل في النفوس أم بعدين هذا البينة على من ادعى البينات قد نظر في الاسم بعد دروس دي الدنيا إن شاء الله واليمين على من أنكر باش ننظر ان داري يستخدم القاضي اليمين المقلاف ماشي قال كان بيبري خاطي من بعدين والصلح جائز بين المسلمين القاضي للصلح ونسلاسي الاحاديث صلح بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا سوى ما الى الصلح ني اريل الحلال للحرام ولا الحرام للحلال ومن ادعى حقا غائبا او بينه فاضرب له امدا ينتهي اليه اشين يسمع سيد القاضي ودبي غير لي بروف فكي اون مارج فكي اون فرصه اون شانس وس قرار نو تولى الحكمه في الليل خاطي فكاس ودي برا الشهود ودي برا الكواغض فكاس المدينه ولا يمنعك قضاء قضيته فراجعت فيه رايك فهديت فيه لرشدك ممكن تحكم السيون جوجمون تشضض تغلظ عوداس وسقران كي ذاك ني غادي بوال وتسوغال غرض في الخاطي يعني سوغال لرشدك ان تراجع فيه الحق بعدين فان الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعه الحق خير من التمادي في الباطل خير دوغارد الحق ولا تكمل ذي الباطل أبو علام زيد القدام ستادير أتهدو تكمل رزداف لكن هي هواي تغنان تنمارا تقيدا غير وين دعوة أم بعد ثم الفهم الفهم يمكن فلاس فلاس فيما أدلي إليك مما ورد عليك بما إلى آخر مما ليس في قرآن ولا سنة إما الله فيرني ولاش ديكس الآية محكمة نغ سنة هادية ولاش آية مباشرة مباشرة تنص على الموضوع أو سنة ثم قايس الأمور أتشمد القياس مصدر مصادر التشريع كما تعلمون مصدر من مصادر الفقه وكذلك القضاء أكا عند ذلك واعرف الأمثال أشبه النظائر ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق وإياك والغضب حاذر القاضية تفقعض ناكد تفقع عندك خامن بعد سوف تحكمه إياك أبيبري الشرويك ذو خامن بعد درد صار خاطي وإياك والغضب والقلق الاسترس لونغواس والضجر والتأذي بالناس والتنكر عند الخصومة
إلى آخر المدينة، فإن القضاء في مواطن الحق مما يوجب الله به الأجر ويحسن به الذكرى، فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس إلى آخره. يعني ثقس ماس دستور القضاء. والسلام عليكم ورحمة الله.